الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيام قليلة وساعات قليلة جدا، وهنستقبل أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة أفضل أيام السنة عند الله عز وجل، أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى يعتق فيه الرقاب من النار، خير يوم طلعت فيه الشمس. حتى إن بعض العلماء كان بيقول إن يوم عرفة ده أفضل من ليلة القدر، لأن ليلة القدر مخفية وغير معلومة في العشر الأواخر من رمضان، أما يوم عرفة فهو يوم معلوم ويوم مشهود. فانا عايزك ما تضيعش الفضل ده والثواب ده من ايديك، وانك تكون حريص على صيام هذا اليوم المبارك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأنت متخيل الفضل العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، إن صيام يوم واحد يكفر لك ذنوب سنتين. بالله عليك، في حد عاقل يضيع الثواب ده من إيديه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى أكمل فيه الملة وأتم فيه النعمة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها ولو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قد عرفنا اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم عرفة. ثم إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم من فضل الدعاء في يوم عرفة، أفضل يوم تدعي ربنا سبحانه وتعالى وانت واثق وكلك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك وهيجبرك وهيتقبل دعائك وهيتقبل توبتك وهيغفر لك. حتى إن الصالحين كانوا يقولون: كنا نخبئ حوائجنا ليوم عرفة يقينا أن الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل دعاء تدعي به ربنا سبحانه وتعالى إنك تشهد لربنا سبحانه وتعالى بالوحدانية، وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة أنت عايز تدعيها، وخلي عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك. أكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى ينظر فيه لعباده، وأكتر يوم ربنا سبحانه وتعالى يعتق فيه الرقاب من النار. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فإحنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار، يبقى عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك، وخلى عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبل توبتك وهيغفر لك ذنوبك. فعايزك تعرف إن اليوم ده أصلا يوم العطاء ويوم السخاء ويوم البذل، يوم الناس كلها بتقف على صعيد واحد وقلوبهم كلها حب وإيمان ويقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلهم. يوم عظيم ويوم مشهود، ويوم ربنا سبحانه وتعالى يغيظ به كيد الشيطان بكثرة الرحمات وكثرة الغفران. واحد من الصالحين وقف على جبل عرفات، فمنعوا الحياء من ربنا سبحانه وتعالى إنه يدعوه، فقيل له: لما لا تدعو الله وأنت بهذا المكان؟ فقال: أجد وحشة. فقيل له: إن هذا اليوم هو يوم العفو ويوم الغفران. فبسط يده إلى السماء وقال: يا رب. ثم وقع ميتا. انت شايف حسن الخاتمة؟ فانا عايزك ما تضيعش اليوم ده من ايديك، وحاول تاخد اليوم ده من بدري، وحاول تبدأ يومك انك تصلي الفجر وتكون حريص على صيامه، وما تضيعش في ساعة الا لما تكون داعي ربنا سبحانه وتعالى. عايزك تكتب كل حاجة نفسك فيها وادعي ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده، وخلي عندك يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيقبل دعاك. ادعي يرزقك، ادعي يوفقك، ادعي يسترك، وادعي يجبرك، ادعي يخلف عليك بالحلال، وادعي يعوضك، ادعي بكل حاجة انت نفسك فيها. بقولك الصالحين كانوا يقولون: كنا نخبئ حوائجنا ليوم عرفة يقينا ان الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء يوم عرفة. فيا رب نسألك ان تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتيسر أرزاقنا وتحسن أخلاقنا
وتشفي أمراضنا وتحفظنا وأموالنا وأوطاننا وأولادنا من كل سوء يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير.